إذا فعلا اليوم يعني مع العودة للدراسة جاسم قمنا نشوف كثير من المتطلبات يعني بالنسبة للطلبة، وأصلا الحياة ورتم الحياة جدا تغير عن السابق، وزادت حتى المتطلبات الاستهلاكية بالنسبة للفرد والأسرة. زادت المصاريف وزادت الاحتياجات لهذه الأمور، لكن من اللي يدير هذه العملية؟ المفروض الأسرة ويكون عندها هذا الوعي الكافي. هو لازم هو اللي يدير، يعني أنت تشوف أن الأب هو المسؤول عن هذا الموضوع المالي خاصة. نعم. يعني الموضوع عند الأستاذ صلاح الجماز هو اللي راح يقولون الأب ولا الأم الأم، صح ولا لا؟ أنا من شفتك تقول الأب وتبتسم عرفت أن أنت مهتم. والله شوف، هو ما عاد موضوع أب وأم، هو الموضوع الآن أصبح لابد أن يكون هناك مدير مالي في المنزل. صحيح. هذه الشراكة الأسرية تتطلب إدارة مالية. منو اللي يجيدها يمسكها. صحيح. من اللي يعني عادي تصير يعني احيانا ترى على فكره يكون الاولاد احد الاولاد في بعض الاسر. مثلا البنت الكبيره او الولد مثلا عنده قدره مهارات ماليه ما تقدر تعطيها اي واحد، بعدين تضيع السالفه. عادي يصير الابو هو اللي صريف، يصير هو يعطي المبالغ، هو الاي تي ام والجماعه المدراء. نعم، اول شيء نصبح عليك بالخير وحياك الله معنا، وانطلاقتنا كانت معاك لان احنا فعلا الكل يحس بهالامر هذا. اليوم مع التغيرات اللي نعيشها، خلينا على مستوى بسيط جدا نقول العوده للدراسه مصروفات كثيرة، يمكن خلينا نقول ضغط كبير مادي على الأسرة اليوم. لكن شلون كان بالأساس المفروض ندير هذه العملية؟ موضوع الضغط المالي الحقيقة قاعد يزيد ويرتفع. احنا مع لقاءاتنا انا في السابق كنت اعتقد ان احنا قاعدين نكرر كلامنا، ولكن المتغيرات الاقتصادية الان اصبحت يعني ملحة وضاغطة على الفرد. عندنا احنا التضخم، عندنا القلاء مستمر ما يوقف ولا متسارع. عندنا التقلبات الاقتصادية الأسرية، مثلا الأسرة تقع في مشكلة مالية، فهذا يخليك في استمرار انك تعمل على صيانة إدارتك المالية. وهذه على فكرة راح يقع فيها الكل، يعني المختص والإنسان البسيط، لأن القربلة صارت عنيفة مش مثل السابق رحيمة، الآن لا شديدة. في أشياء جميلة حصلت، هي عالم التكنولوجيا دخل علينا العلاجات والأفكار المالية السريعة، وبدأت تضع لنا أدوات، مثلا أدوات تنظيم الوقت، أدوات تذكير، يعني أدوات حلول نقدر نقول نسميها أو نسميها أدوات تساعد. أدوات ساش على دعم الخطة، يعني الآن ما يحتاج الوقت يضيع في مراحل يعني أعمال. اللهم في برامج تطبيقات سهلة، والبنوك صارت تواكب. يعني الآن البنوك فيها برامج ادخارية كثيرة، يعني حتى لما في كلهم ممتازين تبارك الرحمن. في عندها برامج للودائع، البرامج للأطفال، هذا بالنسبة للبنوك غير الشركات والأسواق. فالعملية الادخارية اليوم أو عملية إدارة المال، في السابق كنا نسميه إدارة الراتب، ما عاد إدارة الراتب، تتطلب الحقيقة مهارات. والله المهارات هذه كلنا نحتاجها. نحتاجها بلنا تدريب. ها والله استاذ صلاح، يعني الحين يقول لك الذهب زينة وخزينة، والحين الذهب قاعد يرتفع، شلون أمور الذهب؟ الذهب زينة وخزينة، واللي ما تلبسه حزينة. الذهب والله في أعلى ارتفاع اليوم، سبحان الله، احنا لقاءنا اليوم في أعلى ارتفاع سعره حصل في تاريخ الذهب اليوم. اليوم أعلى سعر للذهب اليوم، كيلو وصل، خلينا نسجلها للتاريخ، 25400 دينار. 25000، انت الظاهر لاحق على يوم كان 6000 الكيلو. اي ولا شيء كان. اي 25000 دينار يعني الكيلو. هذا اللي ماخذ هالسبيكه. اي لا شوف تضاعفت تضاعفت. الذهب الحقيقه له ادوات كثيره، هو عمليه ادخاريه. والذهب ممتاز حق الناس اللي تدخر يعني المراحل الطويله. وكذلك هو يعتبر من الادوات اللي يستخدمونها الافراد امانه. يعني ممكن انت اليوم جزء من راتبك تدخره بالذهب، ولكن الذهب يحتاج هم كذلك دورات لانه يتعرض لتقلبات سعريه عكس الدولار. فالذهب يقع في نفس الادوات، نفس المهارات. اليوم انت انك تواكب احداث السوق، معاشي متى بيخلص، كم متبقي منه، وين راح اوزعه، مين يستحق الان، مين يستحق لاحقا، هذه كلها لازم تكون. بس يعني لما احطه بالذهب ماني خسران، صح ولا لا؟ الذهب في جمالياته انه يحافظ على المبلغ. ليش؟ انت عندك النقود الورقيه تفقد قيمتها مع الوقت والتضخم. صحيح. المعدن لا،
تبارك الرحمن، هي 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 صفة في هذا المعدن ترتفع مع الوقت. نعم، أنا قررت إني أشتري ذهب أكثر طبعاً وأخشه وبعدين أسألك وأنت تعطيني النصائح. عندي سبايك بسمعتهم خلاص يعني ما استفدت منهم إن شاء الله. إيه استفدت منهم أنا قادر الحين أستفيد. إحنا قاعدين نتكلم عن ثقافة استهلاكية يعني عندنا في المجتمعات، يعني مو بس بالكويت، يعني هذا بشكل عالمي الكل، لكن يمكن إذا بنتكلم على مستوى دولة الكويت يعني قاعدين نشوف تغيرات في هذه الثقافة الاستهلاكية، لها يعني استخداماتها إيجابياتها وأيضاً السلبياتها. نعم. خلينا نشرح السلبيات أول. سلبيات في الثقافة الاستهلاكية، اليوم شايفين تعالم السوشيال ميديا وكيف تدفع الإنسان للإنفاق والصرف في أحيانا أشياء لا نحتاجها، التعاملات مع المنتجات. إذا تذكرون في فترة المقاطعة، لما صارت المقاطعة في الأحداث الأخيرة، كيف أن الإنسان أدرك أنه عندي بديل ما شاء الله وعندي أسعار أفضل أو مثلا احتياجاتي. نعم. فرأى كذلك إحنا في كورونا لما صار عندنا توقف عن شراء بعض الاحتياجات الغير ضرورية، صحيح، زادت معدلات الأرصدة وكذا، فالناس تكتشف مع تجربة. ولكن مشكلة الأفراد الاستهلاكيين أغلبهم يسوقهم الهوى، يعني هو يعني يأخذ الهوى أنه والله بخاطري هذا المنتج. يعني هي الدعايات نقول هي اللي تأثر على الشخص. دعايات ما راح تلحقين، لأن الشركات ذكية جدا في دفعك في الإنفاق. تسويق صحيح. هو ترجع للشخص وحكمته، هل أحتاج أو لا أحتاج الأمر هذا، متى أحتاجه، كيف أوفر له. على سبيل المثال الصيف الماضي سفر يتبع دراسة مدارس، زين مدارس فيها إنفاق خصوصا المدارس الخاصة. صح. أنت جاي من سفر صارف كذا ألف والحين مدارس تصرف كذا تدفع، زين شو بتنظمها، من وين بتجي فلوس؟ والله هذا اللي صار عندي خلل، أنا سفر وبعدين يجي لك المدارس فيصير خلل بالميزانية. فاللي مو حاسب حسابه هذا مثل رمضان كل سنة حسبنا فجأة. لا مو أنا عارفين، فيعني المفروض على الفرد إنه يكون عامل حسابه. صح هو ولا لا؟ هو التخطيط المالي أمانة يتطلب يعني تطوير لمراحل التغيرات. يعني مثلا عندي صديق امس بالليل يكلمني قال لي انا ودي اولادي انفق عليهم للتعليم، الان الكبير دخل جامعه وبالجامعه يبي جامعه خارجيه بعثه، ففلوس ذاك تغير فلوس الجامعه، يقول لي مصرف جديد كنت متوقع ان انا عامل لهم ادخار، ما كان عامل لهم خطه، يعني الخطه كنا اختربت. لا ما اختربت، تطورت، انت تتطور معاها. فالأهم نقطة في قضية التخطيط المالي الأسري هو إحنا نسميها الديمومة أو الاستمرارية. البعض يضع خطة مؤقتة تقول له لا، الحياة مو مؤقتة طبعا، يعني هي مستمرة. يعني شوف أنا ما زلت أتكلم، ممكن أول مرة تكلمنا في 2009 2010، تخيل اليوم 2024 14 سنة وأنا معاكم شخصياً نتكلم في نفس الموضوع في صح. نفس المنطوق، ولكن قاعد يتغير صح. ويتطور وأحياناً يصير أكثر شدة. الآن لو تشوف أنت الأثر الإدارة المالية، إحنا وين نشوفه على الأسواق، يقول لك الأسواق اليوم ما في إقبال من الجماهير، تقول له ما عنده كاش، فيصير إقبال متى؟ يصير مع الرواتب، يسوون عاد العروض وهذه الأشياء عشان يخلونك. فلما أنت تقيس السلوك الأفراد مقابل سلوك الأسواق تقول فعلا الآن أصبحت مثلا نقول إحنا نقول أصبحت يد العميل شحيحة إذا بنقيسها، فهذه تدل على عدم حكمة العميل. وإن كان شوف وإن كان قاعد نعطي لقاءات توعية دورات استشارات، زين ليش تكون شحيحة؟ ليش ما يكون في تغير بالمستقبل؟ يعني الحين يقول لك حتى التغير بالدفع، لأن في مناطق جديدة طلعت، هذه حقيقة حصلت فالناس قاعد تبني مصاريف. ما هو أنت اليوم مو هذه جزء من التغيرات، يعني اليوم تغير آلية التعامل مع المال أصبح إلكتروني ذكي سريع الإنفاق. وهذه وين نستدل فيها؟ مثلا في الألعاب، في السابق كان الولد في السابق
ممكن انت كنت صغير فما لحقت على هالامور في السابق. كان ياخذ للحين صغيره للحين صغيره ياخذ مثلا 5 دنانير ويرجع لك بعد 5 ساعات ومو مخلصين خلاص يعني مستمتع. وين الحين ايش يسوي؟ الحين وين بطاقه شنو فيها؟ خلني ساكت طلعت عشان تتكلم مرتين 3 مرات جايك يركض خلصتهم صح. فسرعه الانفاق اصبحت الان عندنا عامل خطير. عندنا آليات الإنفاق أصبحت أو منافذ خلينا نقول الإنفاق. فلسبب أنا أقول أصبح العميل يده شحيحة، فلما يفقد المال يفقده بسرعة ويجلبه ببطء شديد. الموضوع صح. معقد استاذ صلاح امانه يعني، وحضرتك ذكرت يعني ترى ما هو موضوع جديد احنا نتكلم فيه يعني ممتد لسنوات، لكن لا زال هناك في بعض الاشخاص عندهم هذا الخلل اللي هو مو عارف شلون يدير هذه المبالغ اللي تكون موجوده عنده. واكثر الناس يعني خلينا نكون واقعيين عايش على المعاش الراتب يعني، فمو عارف شلون يقسمه لنهايه الشهر، مصروفات اكثر حتى والمتطلبات والاحتياجات. كان المبلغ كبير على فكره، حتى وان كان ورث ان كان نهايه خدمه تأتي على الخبرة اليوم، الخبرة أو النصيحة اللي ممكن نوجهها لأولياء الأمور مهمة جدا، شيء لا يعلم خلينا نقول في المدارس بشكل عالي هو الماث أو الرياضيات أو العمليات الحسابية، أو يعني نركز على الحساب. احنا جيلنا يسمونه حساب، مادة حساب يسمونها ماث، انتم جيل الجديد. اي انا ماث، انا مع الماث هو ملحق على الحساب كله. لا لا كله الجيل الجديد للحين قلت لك هذه المهارة تصدقين انها من المهارات الخطيرة لما تجي حق الاولاد ما يعرف غالي رخيص، ما يعرف ان هذا الان قيمته فيه او عدم، يعني لازم يتعلم هو هذه المهارات من الاساس اصلا. لان اليوم انت الله يطول بعمرك تتعرضين لخبرات، مثلا مثل ما قال اخوي اليوم مثلا توصلين مرحله يطلع لك بيت، انت وين والعقار والطابوق وشلون احسب المتر ما ادري ايش كم سعر. فهذه تبي خبره، يمكن البيت انت ماشي جميل في حياتك ماليه، لما يجي البيت بس تنكسر خربت الحسبه. او مثلا ما تعرفين في مثلا شراء سياره مثلا وتجهلين الاسعار او المقارنات تاخذ السياره وغيرها الميزانيه. يعني هي ليش انا اقول ماث او ان اتكلم العمليات الحسابيه على تطوراتها الجديده؟ لانها راح تكون سلاح دائم للفرد في كل عملياته، لان احنا نتعرض مثلا اتفاقيات سريعه، عقود سريعه، لما يكبر بكره راح يصير يتعامل مع الارقام في كل شيء. والله ودنا نكون خبراء في هذا الموضوع. زين استاذ صلاح، الحين صار مو بس على المعاش، الحين في ناس يعني في شباب الحين قاموا يبون يستثمرون صحيح فلوسهم، يبون يدشون في التجاره. شوف الاستثمار، انا حتى والله جايب كتاب حطيته عند الاخوان اليوم. ما اعطيتني كتاب، وين كتاب؟ تستاهل والله. اي والله عطنا كتاب يا عشان قلنا بعلقون شو اسمه دعايه، خلينا نقول دعايه. لا نشوف بعدين. هو شوف اداره المشروع او الاستثمار هو مش اموال، هو الفكره والاستمراريه هي الاستثمار. حبيت على الاستمرارية فعلا يعني ممكن تصلح كثير من في الأخطاء. ناس من أول كسرة يطلع صح من السوق وهو صح ما يعرف أنه بدأ يتعلم صحيح ويتعرض لضغط السوق في ضغط وكذا. إحنا ودنا أولادنا يدخلون في هذا القطاع ويمسكون الأسواق في قطاعات جميلة عندنا والله، وأفكار خطيرة كثيرة صحيح تعمل لهم إيرادات عوائد، إن كان في قطاع الغذاء الصحة قطاع الزراعة، عندنا قطاعات جميلة جدا، ولكن يحتاجون تأهيل، يحتاجون تدريب، يحتاجون الله يبارك فيك أماكن تأخذ فيدهم. يعني أنا دائما أقول الجيل القادم من يقود للواقع الحالي، يعني أنت لابد أن اليوم مثلا الله يحفظك تفتح على سبيل المثال أي مشروع صغير، خلينا نقول كافيه مثلا، لابد أن أحد يعلمك على أنواع المشاريب، وين مناطق الظلمة في المشروع اللي تخسرك وتنجحك، المناطق اللي يحبها العميل، ثقافتها في الكويت غير عن ثقافتها في الخارج. صحيح صحيح. فأنا ما أبي أطيل فيها كثير، ولكن هذه تحتاج تأهيل تدريب وبالأخص تهيئة سوق. صحيح. فبس لما تتكلم على الأفراد بس تنصح أن الواحد أنصح إيه؟ انا بس عندي هذه الملاحظه دائما يجيني شخص اقول له انت عندك النيه تعمل إيه؟ اخاف ما تبي تتعب، لان في السوق في تعب إيه؟ ان البعض يعتقد ان لما تقول ادخل السوق ان انت وعدته بالجنه. ما في جنه بالسوق،
في تعب، في صح. جهد، في ألم، بس نجاح جميل. بس نجاح جميل صح. نعم، والواحد يتعلم مثل ما قلت استاذ صلاح، يعني من الخبرات اللي قاعد يكتسبها بالنهاية، هذه الصدمات اللي قاعدة تصير معاه أثناء سوق العمل وهذه المشاريع، يتعلم منها بعدين في المستقبل أنه يكون أكثر ثبات حتى في هذا المشروع، وعارف شلون حتى يتعامل مع هالمتغيرات. والله أنا شوف، أنا مؤيد لكلامك كله، ولا وزيدش بعد، راح يتعلم أمور قانونية، راح يتعلم أمور مع القوانين الحديثة، كل ما يتعلق بالقضايا المالية. مثلا الآن تدرين أصبحت قضايا غسل أموال، الشغل الشاغل، مراقبة الأموال الإلكترونية أصبحت، يعني راح يكون عمل جاد. ما تقدرين تقولين أنت ومثلا وزميلة خلينا نجرب الحين، لا، هذه قبل تتسلم بالسوق. الحين أمر جاد، وزارة الشؤون الداخلية، وزارة التجارة أصبحوا صارمين في القوانين، لازم يكون على علم ودراية. لما ندخل الآن الأبناء والتأهيل، والله راح يصيرون، يعني راح يصيرون رجال أعمال حقيقيين، بعدين تحتاجينهم لبناء الوطن. فما أبي أقول أشياء يعني قد يراها البعض مثاليات، ولكن أنا مجرب وشايف مع أولاد كثيرين عندهم من المنتجات تصلح للعالمية، بس تبي لها همة. يعني لازم يكون شجاع. والله انا والله اسميه شجاع، والله شجاع. لان هذه خطوه السوق يخوف ترى، صح، احيانا انت تقول جريئة، ما ابي اخسر، ما ابي اتفشل، ما ابي ادش مشاكل قانونيه، لان مشاكل قانونيه بالسوق وايد، صحيح، تتطلب من الواحد انه يكون امانه، لا يشتغل من راسه. يعني اليوم انت تبي تشتغل، اسال الله يخليك، اسال قبل لا شوف الناس اللي قبلك بالسوق، وهذه من الأشياء اللي يعني دائما ننصح فيها، ولكن بالنهاية ندعو لهم بالتوفيق. يعني إن شاء الله فعلا صحيح، وأهل الخبرة والاختصاص يعني موجودين جاسم، ممكن الواحد يستعين فيهم لأخذ هذه الخبرات في مجال سوق العمل. يعني فعلا التجارب حلوة أن الواحد يستفيد منها، بس يا ريت أن الواحد يقدر يطبقها. ويزيد من الدخل فالواحد لازم قبل لا يجدم على أي تجارة أو استثمار لازم يكون يسأل أهل الخبرة. نعم، شكرا لك استاذ. الله يطول بعمرك، الله يحفظكم يا رب. كذي نطلع فاصل صغير، برهدي لكم. Thank you.